خلينا نبدا حاجه حاجه، وهبدا او حافظ من معاكي. كلام كريم، لان الماتش خلاص ايام قليله جدا بتفصلنا عنه ومهمه جدا، وناس كتيره عندها من دلوقتي توقعات تقول لك لا 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 الماتش ده على فكره خطر جدا على الاهلي، لا لا بالعكس الماتش ده هيبقى اسهل للاهلي عشان الجماهير مش هتبقى موجوده، الاهلي والترجي يوم الجمعه، خلينا نعرف برضو رؤيتك ليه ازاي. بصي هقول لك على حاجه، الترجي من الفرق الرخمه جدا جدا بالذات في ملعبها، بس هي في ميزه بقى للاهلي جامده قوي ان هم يلعبوا من غير جمهور. طبعا دي ميزه جامده جدا جدا للاهلي. فانا شايف ان الاهلي كده كده هيلعب بستايل مختلف شويه عن الرجاء. ليه؟ لان انا كده كده ده الماتش الاولاني، انت رجاء كنت كسبان وجاي تدافع ما بتهاجمش قوي لان انت كده كده كسبان، فخلاص انا عايز اطلع مثلا متعادل او كده واطلع انا بالماتش. لكن انت ماتش الترجي لا، انت هتدافع بس لا برضه هتعتمد على مرتدات وهتعتمد ان هم ما عندهمش جمهور وبيخسروا بقى لهم ماتشين في الدوري، فلازم بقى بشخصيه الاهلي حتى تعمل نتيجه ايجابيه هناك عشان ان شاء الله في العوده يعني نقدر ان احنا نروح فاينل. طب التفاصيل دي هنقول عليها ايه؟ تفاصيل مطمئنه وعلى راسها بطبيعه الحال عدم وجود جماهير في هذا اللقاء. طب الحاجات اللي مقلقه بالنسبه لك ايه بقى؟ بص في ماتش الذهاب تحديدا. اللي مقلقه بالنسبه لي في ماتش الذهاب ان هم كده كده هيبقوا نازلين عايزين يكسبوا، هي هيسلح ذو حدين، ان هو نازل عايز يكسب وهيضغط جدا والكلام ده كله، بس في نفس الوقت هيسيب مساحات شويه في ظهره لان هو عايز يكسب وعايز يجيب جون، فانت تقدر تستغل المساحات دي. كمان هم عندهم لعيبه كويسه قوي، بين حموده الفيرود ده لعيب جامد جاب 4 جوان في افريقيا، ومحمد اللي هو بين رمضاني تقريبا او رمضاني ده برده اللي هو رقم 8 اللي جاب الجون في شباب القبائل ده لعيب جامد جدا جدا. فالحاجات دي اللي بتبقى مقلقه شويه انا بالنسبه لي، ان الحلول الفرديه عندهم برده لعيبه كويسه، بس في نفس الوقت لا بشخصيه الاهلي، وكمان الاهلي متعود ان هو يلعب في رادس بجمهور كبير، فان انا بلعب من غير جمهور دي حاجه في صالح النادي الاهلي، انا شايف لعيبه الاهلي هتستغل ده جدا. فان شاء الله باذن الله يعملوا نتيجه ايجابيه، يعني حتى لو انت جبت جون او جونين هناك ده هتبقى ده يعني ريحه نفسك في العوده. اه طبعا انا متوقع ان هم على فكره ده يبقى عسل قوي. على فكره يعني انا متوقع والله، يعني عكس الناس انا حاسس ان احنا هنقدر نخطف جون او هنقدر نخطف جونين، طب يعني انا ياريت. متوقع ان شاء الله يعني ان شاء الله. بس انا